بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي وتلميذاتي الأعزاء. سنقوم اليوم أيضا بشرح درس لغوي جديد. قبل ذلك لا بأس من مراجعة الدرس السابق، فمن يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ نعم، عنوان الدرس السابق هو أسلوب النداء. فما هو أسلوب النداء؟ نعم، أسلوب النداء هو خطاب موجه إلى المستمع كي يقبل أو ينتبه. هذا الأسلوب يتكون من أحرف النداء والمنادى. نعم، أحرف النداء، ما هي أحرف النداء؟ نعم، الهمزة وأي، وتستعمل لنداء القريب. جيد جدا. نعم، هيا، أيا، آ، تستعمل لنداء البعيد، ويا تستعمل لهما معا للقريب والبعيد. نعم، المنادى، ما هي أنواع المنادى؟ نعم، الهلم المفرد، النكرة المقصودة، والنكرة الغير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. ما هي أحكامها الإعرابية؟ نعم، بالنسبة للعلم المفرد ماذا رأينا؟ نعم، يبنى على ما يرفع به. مثلا أقول يا محمد، مبني على الضم في محل نصب، مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي. وعندما يكون مثنى أقول يا محمدان، مما رفع هنا بالألف، أقول مبني على الألف في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي. وعندما أقول يا محمدون، مبني على الواو في محل نصب مفعول به أيضا لفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي. إذا يبنى على ما يرفع به. وأيضا يشبه في هذا الحكم أيضا النكرة المقصودة، أيضا يبنى على مثلا يا معلم، يا معلمان، يا معلمون. جيد، يبنى على الضم وعلى الألف أو على الواو في محل نصب مفعول به. إذا يبنى على ما يرفع به، العلم المفرد والنكرة المقصودة. إذا رأينا أن العلم المفرد اسم مكون من كلمة واحدة، محمد، خديجة، فاطمة. هناك علم مركب، رأينا عبد الله مثلا، تركيب إضافي، تركيب نسجي، وتركيب إسنادي. إذا العلم المفرد مكون من كلمة واحدة. بالنسبة ل النكرة المقصودة، عندما أنادي على شخص وأقصده بالنداء، يكون أمامي أقصده بالنداء وأقول يا معلم أقبل. هذه النكرة المقصودة قد تصير غير مقصودة، فأقول يا معلما، لا أقصد معلما بحد ذاته، يا معلما أقبل. إذا هنا نكرة غير مقصودة. إذا ما هو حكمها الأعرابي؟ النصب. إذا بالنسبة للنصب هناك النكرة المقصودة. جيد جدا. إذا المضاف مثلا يا فاعل الخير، إذا فاعل هنا مضاف، إذا النصب حكمه الإعرابي هو النصب، أتى اسم بعده يكون مضاف إليه. هل هنا نسبة بين اسمين، الأول مضاف والثاني مضاف إليه. إذا هناك أيضا الشبيه بالمضاف، مثلا عوض أن أقول يا فاعل الخير أقول يا فاعلا خيرا. عندما أقول فاعلا الجملة غير تامة، وعندما أقول يا فاعل الخير، إذا هذا الاسم الذي أتى بعد الشبيه بالمضاف يتمم معناه. أتى هنا منصوبا، قد يأتي مرفوعا. مثلا عندما أقول يا محمودة خصاله، يا محمودا خصاله، هذا الشبيه بالمضاف، إذا يا محمودا خصاله، خصاله تأتي نائب الفاعل. إذا بالنسبة لي إذا كان المضاف على وزن اسم فاعل، الاسم الذي يأتي بعده يتمم معناه يكون منصوبا، وإذا كان على وزن اسم مفعول يأتي مرفوعا لأنه نائب فاعل. وإذا كان أيضا مثلا على صيغة المبالغة يأتي منصوبا، مثلا أقول يا مقوالا الحق، يا مقوالا الحق، إذا هنا صيغة المبالغة والحق أتى مفعول به لصيغة مبالغة. بالنسبة للصفة المشبهة، الاسم الذي يأتي بعد الشبيه المضاف يكون مرفوعا، يا مثلا أقول طلقا لسانه. إذا بالنسبة للشبيه بالمضاف حكمه الإعرابي هو النصب، والاسم الذي يأتي بعده تارة يأتي منصوبا،
مباشرة يأتي مرفوعا. إذا رأينا أيضا إذا العلم المفرد والنكرة المقصودة تبنى على ما ترفع به. المضاف والشبيه بالمضاف إذا النصب، والنكرة الغير المقصودة أيضا النصب. إذا كان لدينا اسما معرفا بأل فإن ننادي عليه باستعمال لفظ أي أو أية، أي للمذكر وأية للمؤنث، وهي أيضا تكون مبنية على الضم في محل نصب مفعول به، والهاء التي أيتها مثلا الهاء للتنبيه لمحل الإعراب، وأي أيها المعلم هذه الهاء للتنبيه. إذا أي مبنية على الضم في محل نصب مفعول به. الاسم الذي يأتي بعد أي يكون نعت أو بدل، إذا كان مشتقا يكون نعت، وإذا كان جامدا فيكون بدلا. مثلا أقول يا أيها الرجل، رجل سيكون بدلا، وعندما أقول يا أيتها المعلمة ستكون نعتا، لأن المعلمة مشتقة من فعل علم. إذا بالنسبة لنداء ما فيه ألف نستعمل أي، لكن اسم الجلالة الله لا نستعمل أي، بل أقول يا الله ارحمني، أنادي الله سبحانه وتعالى وأقول له يا الله ارحمني. أو قد يحذف حرف نداء فأقول اللهم ارحمني. جيد، إذن هذا بالنسبة لأسلوب النداء. درسنا اليوم سنقوم الآن بقراءة جمل موضحة للدرس. الجملة الأولى نحن المغاربة، نحن معشر المغاربة أمامنا تحديات. أنا المغربية لي أمجاد، لك أرض فلسطين دين علينا، أنت أيتها المرأة لك حقوق. انظروا إلى جملة، إلى جملي هنا، بما تتصدر هذه الجمل؟ نحن، أنا، أنت. نعم، بضمائر، جيد جدا. إذا نحن، أنا ضمير المتكلم، وأنت ضمير المخاطب. إذا هذه جمل تتصدر بضمير. عندما أقول أنت لك دين علينا، هل فهمنا؟ هل هذا هذا الضمير معروف؟ أنت من؟ إذا هو مبهم. إذا أتينا باسم بعد الضمير فرفع عنه الإبهام، فرفع عنه الإبهام. نحن المغاربة، الفلسطينيين، الأوروبيين، المشارقة. إذا هو نقله أيضا من العام إلى الخاص. إذا نحن معشر المغاربة أمامنا تحديات، أتينا بهذه الجملة التي تكون بين عارضتين لتزيل الغموض عن الضمير. إذا ونقلته من العام إلى الخاص، فقامت بتخصيص هذا الاسم. إذا عنوان درسنا هو أسلوب الاختصاص، جيد جدا. إذا عنوان الدرس هو أسلوب الاختصاص، جيد. إذا والاسم الذي يرفع عنه الغموض ويخصصه يسمى الاسم المختص. جيد، إذا الضمير الموجود بالجملة الأولى هو نحن، والجملة الثانية هو أنا، جيد، والجملة الثالثة إذا نحن، فعوض أن أقول أنت أرض فلسطين دين لك علينا، إذا هنا محذوف. إذا والجملة الثالثة أنت، إذا هذا الأسلوب الذي يتصدره ضمير، ما التعريف الذي يطلق عليه؟ إذا أسلوب الاختصاص هو أسلوب يستعمل فيه ضمير المتكلم غالبا والمخاطب أحيانا، ويأتي بعده اسم يزيل عنه الإبهام وينقله من العام إلى الخاص. جيد، إذا هذا الضمير قلنا بأنه يكون غالبا متكلم، نحن إذا هو ضمير المتكلم، إذا في الجامع. أنا أيضا المتكلم المفرد، جيد. هنا ضمير محذوف تقديره أنت، أي المخاطبة أنت. إذا
المخاطرة. يمكن أن يكون أنتم أو أنتن. نعم، أو أنتما. إذن الاسم الذي أتى بعد الضمير الذي يرفع عنه الإبهام، الاسم مختص. إذن هو مع عشرة مغاربة. الجملة الثانية العربية. الجملة الثالثة أرض فلسطين. والجملة الأخيرة لدينا أنت الذي رفع الإبهام أيتها. إذن لدينا أيته. إذن هذا الاسم مختص، كيف هي حالته؟ معشر المغاربة. إذ مضاف إلى معرف بأل. إذن مضاف إلى اسم معرف بأل، مضاف إلى معرف بأل. العربية حالته معرف بأل، جيد. أرض فلسطين أيضا مضاف إلى اسم معرفة، لأن فلسطين اسم علم لمدينة. نعم، إذا مضاف إلى معرفة، جيد. إذا أي هذا الاسم هو، كيف هو؟ إذا أنت أيتها ال، إذا لفظ أي، إذا هو لفظ أي، لفظ أي. إذا ما حكمه الإعرابي؟ نحن معشر المغاربة، ما حكم معشر في الإعراب؟ إذا انظروا، أقول نحن معشر المغاربة أو أقول أعني المغاربة أو أخص المغاربة. إذا هنا الفعل محذوف، رأينا هذا أيضا في أسلوب النداء. إذا الفعل أخص أعني محذوف. إذا معشر سيكون محله الإعرابي هو مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. إذا الفعل محذوف هو وفاعله. إذا مفعول به حكم الإعرابي هو مفعول به. مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. نعم، أخص فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، ومعشرة يعني المغاربة أو لا نحن، هنا ضمير مستتر لأخصه يعني ونحن. نعم، إذا بالنسبة لي أنا أخص ضمير الفعل هو المحدود هو أخص أو أعني، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. نعم، حسب الضمير المستعمل. إذا العربية، إذا أيضا مفعول به، مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني، جيد. بالنسبة لأرض فلسطين، إذا الأرض أيضا مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني أيضا. أخص أو أعني، جيد. إذا أي، ماذا تلاحظون؟ دائما أي تأتي مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محدوث تقديره أخص أو أعني. إذا عندما يكون الاسم مخصوص هو لفظ أي، يكون مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. إذا الحالة التي يأتي عليها الاسم المختص هو معرف بأن، أو مضاف إلى معرف بأن، أو لفظ أي، وحكمه الإعرابي إذا مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. إذا النصب،
بالنسبة لأيوب تكون مبنية على الطرح محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. إذا أسلوب الاختصاص أسلوب يتكون من ضمير المتكلم غالبا والمخاطب أحيانا واسم مختص يرفع عنه الغموض وينقله من الخاص والعام. الاسم المختص يأتي إما معرفا بأن أو مضاف إلى معرف بأن أو بمصدر أيوب، وحكمه الإعرابي يكون منصوبا لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني، وأيو تكون مبنية على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. والاسم الذي يأتي بعد أيو، إذا أيو مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والهاء هاء تنبيه لا محل لها من الإعراب. والمرأة إذا هنا أتت بدلا لأنها جامدة مشتقة من فعل جامد. إذا عندما تكون مشتقة من الفعل المتصرف إذا تكون نعتا، وعندما تكون جامدة تكون بدلا. هنا المرأة أو الرجل يكون يا أيها الرجل يكون بدل، أما يا أيتها المعلمة تكون نعت لأنها مشتقة. جيد جدا. إذا الآن سنقوم كالعادة بتمارين تطبيقية لتثبيت هذا الدرس، وأرى هل فهمتم الدرس جيدا؟ نعم. إذا انظروا إلى الأسئلة الثانية. سؤال أول يقول: حدد فيما يلي عناصر أسلوب الاختصاص. نعم، نحن الأساتذة نحب مهنتنا. إذا ما هي عناصر أسلوب الاختصاص هنا؟ نحن، نعم، مولى التفكير، جيد، نحن، إذا هو الضمير، نحن ضمير المتكلم، نعم، إذا هو والاسم المختص هو الأساتذة، جيد، إذا نحن هو الضمير والأساتذة هو الاسم المختص، جيد، وهذه الجملة لها علاقة بالضمير، إذا نحن يكون مبتدأً والأساتذة مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني، وهي جملة اعتراضية، جملة بين هذه الجملة تضع بين عارضتين لأن هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، فنحن مبتدأ والجملة الفعلية التي أتت بعدها نحب مهنتنا هي خبر هذا المبتدأ. إذا هذه الجملة أتت لتخصيص هذا الاسم ولكنها جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. نعم. سؤال ثاني يقول: بين في الجمل الآتية نوع الضمير ونوع الاسم المختص. ما نوع الضمير هنا؟ إذا أسعى أنا المعلمة إلى شرح الدرس، أين هو الضمير؟ جيد، أنا، إذا الضمير نوعه المتكلم المفرد. إذا ونوع الاسم المختص هو المعلمة. إذا كيف أتى هنا الاسم المختص؟ معرفا بال، وهو أيضا مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. جيد. سؤال ثالث يقول: ضع في المكان الخالي اسما مختصا مبنيا. مبني، إذا ما هو الاسم المبني الذي رأينا؟ جيد، أي للمذكر وأية للمؤنث. الجملة الأولى تقول: أنا نقط الحذف أحمي وطني. إذا هذا الجملة الاعتراضية التي تقول: أنا أيها الجندي. أيها، إذا المبني سيكون أي، أنا أيها الجندي أحمي وطني. جيد جدا. إنكم نقط الحذف المسؤولون عن ارتفاع الأسعار. من المسؤولون عن ارتفاع الأسعار؟ نعم، إذا الذين يحتكمون السلع يقومون باحتكارها إلى أن ترتفع أسعارها. إذا إنكم أيها المحتكرون المسؤولون عن ارتفاع الأسعار. جيد. بالنسبة للجملة الثالثة: نحن نربي الأجيال. من يربي الأجيال؟ جيد، الأمهات. نعم، نحن أيتها الأمهات نربي الأجيال. جيد. رابعا: حول الجملة إلى المثنى والجمع. الجملة التالية: أنا أيتها الطالبة محرومة من المنحة الدراسية. إذا المثنى: أنا
أيتها الطالبتان محرومتان من المنحة الدراسية، والجمع أنا أيتها الطالبات محرومات من المنحة الدراسية. نختم كالعادة بالإعراب، قوموا بإعراب هذه الجملة. أنا المرأة حريصة على تربية أبنائي. أنا، نعم، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. المرأة، إذا المرأة، عفوا، المرأة موجودة بين عائلتين، عفوا، المرأة مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. جيد، إذا أنا هو الضمير، قمنا بتخصيصه ب المرأة وهي مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. إذا حريصة خبر للضمير أنا، خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم الضايع على آخره، على حرف جر، تربية اسم مجرور، أبنائي وهو مضاف، أبنائي مضاف إليه وهو أيضا مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه مجرور بالكسرة مقدرة على الياء المانع من ظهورها الاستثقال. جيد جدا. إذا أتمنى من العلي القدير أن أكون قد شرحت هذا الدرس جيدا، وما لديه سؤال فليتفضل بسؤالي وأنا سأقوم بالإجابة عنه في الحصة المقبلة إن شاء الله.